بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب والطالبات الأعزاء، اليوم إن شاء الله راح نستكمل المحاضرات العملية الخاصة في منساق مبادئ البرمجة. طبعا احنا في المحاضرات السابقة تعرفنا على أساسيات إنه أنا كيف بدي أبرمج باستخدام لغة الجافا. قلنا الـ IDE اللي احنا استخدمناه أو البيئة اللي احنا استخدمناها كانت هي النت بينز، وتعرفنا كيف هو الستركتشر العام. قلنا للكلاس، قلت أنا كل كتاباتي بتكون داخل الكلاس، وتعرفنا شو هو الستركتشر العام عندي أو الهيكل العام عندي للكلاس، وتعرفنا على أنا وين بكتب تحديدا داخل الكلاس. قلت تحديدا بكتب في داخل المين ميثود، قلنا لانه انا في عندي مجرد ما انا اعمل run الكومبايلر بيروح عندي على المين ميثود بتم تنفيذ الاوامر اللي موجودة في داخل المين ميثود. تمام، عشان هيك احنا قلنا دائما نتاكد انه انا اي جملة تنفيذية لازم تكون عندي موجودة داخل المين ميثود. بعد هيك تعرفنا على الاوامر اللي احنا ممكن نستخدمها للطباعة. قلنا بنستخدم فيه عندنا الميثود برنت والميثود برنت لين، وعرفنا شو الفرق بيناتهم. انه في عند برنت انه انا بقطع لكن الكيرسر او المؤشر عندي بضل واقف في نفس السطر، لكن في عندي الميثود برنت لين. في الميثود برنت لين قلنا احنا بيتم طباعة النص المراد طباعته، بعد هيك عندي الكيرسر راح بينزل سطر جديد. تمام، إيه طبعا بعد هيك انتقلنا قلنا هذا شغلة جدا مهمة انه انا كيف بدي اطبع باستخدام على صندوق الحوار. تمام، قلنا صندوق الحوار هذا احنا كتير بنشوفه في المتصفحات، فقلنا انه الكلاس اللي عندي بيتم استخدامه للطباعة على صندوق الحوار قلنا كلاس الجي اوبشن بين، قلنا هذا الكلاس بيتم عامل امبورت لإله، قلنا هذا الكلاس ما بيكون موجود عندي فهذا الكلاس بيتم عامل امبورت لإله. تمام، اليوم رح نتعرف على موضوع جدا مهم عندنا ورح بتشوفوه في اي لغة برمجة، اللي هو موضوع المتغيرات. احنا المتغيرات اتطرقنا لإلها ببداية الكورس، قلنا لما احنا كتبنا الخوارزمية، قلنا لما مثلا بدي اعمل الخوارزمية الخاصة لحساب مساحة مستطيل، قلت لكم من ايامها انه مثلا انا عندي مساحة المستطيل بتساوي عندي الطول في العرض. قلنا الطول والعرض هذه عبارة عن قيم متغيرة، هذه قيم مش ثابتة. تمام، انه كل واحد ممكن اوكي بالبرنامج الخاص بهذه مساحة المستطيل لحسابها، كل واحد ممكن اوكي يعمل ران للبرنامج يدخل قيم مختلفة. تمام، قلنا هذه قيم متغيرة فبقولنا عنها متغيرات. تمام، اليوم ان شاء الله رح بيكون موضوعنا عن هذه المتغيرات. هلا هاي المتغيرات بقول انا عشان اول حاجة هاي المتغيرات انا بدي اعرفها. تمام، انا هلا هذه المتغيرات قبل ما اعرف انه شو هي انواعها وشو هذا، انا بدي اعرف شو اسس تعريف هاي المتغيرات. طبعا احنا بنسميها بالانجلش variables، فاذا عندنا المتغيرات او ال variables احنا من المواضيع اللي جدا مهمة. تمام، فبقول لي انه انا عشان اعرف المتغيرات بلزم لازم احدد اسم لإلها ولازم احدد نوع البيانات اللي راح اخزنها فيها. تمام، اذا انا هلا عشان اعرف المتغيرات اول حاجة بحتاج اسم، لانه انا هلا كل تعاملي مع هذا المتغير راح بيكون من خلال هذا الاسم اللي انا اعطيته اياه. تمام، هلا تاني شغلة انه انا طبعا انا عندي في متغيرات انا بدي اخزن فيها ارقام، فبالتالي نوعها بيختلف عن المتغيرات اللي راح اخزن فيها مثلا ارقام فيها كسور عشرية. طبعا راح يختلف عن المتغيرات اللي انا راح اخزن فيها حرف او راح اخزن فيها رقم. تمام، فاذا هذا هو انا بالنسبه لانه انا اعرف المتغيرات او الفاريبلز، وقلنا هذا موضوع جدا مهم. اول حاجه قلنا الفاريبلز هاي انا بلزمني اسم لإلها. ليش الاسم لإلها؟ انا كل تعاملي مع هذا المتغير راح بيكون من خلال هذا الاسم. تاني شغله، انا لما اعرف هذا المتغير انا بدي اكون عارفه انا هذا المتغير لشو استخدمته، بدي اخزن فيه نص، بدي اخزن فيه رقم، بدي اخزن فيه له رقم في كسور عشرية whatever. تمام، طبعا زي ما احنا تعرفنا بالاول من اول الشق العملي لما تعرفنا على الكلاس وقلنا شو هي اساسيات تسمية الكلاس، ففعليا هنا بقول لي انه اسماء المتغيرات تتبع نفس القواعد
اللي هي نفسها لما احنا عرفنا حكينا عن القواعد الخاصة بالidentifiers، تمام؟ الأسماء المتغيرات إلها نفس القواعد اللي احنا بنستخدمها في تسمية الidentifiers، يعني زي لما حكينا إنه شو القواعد الخاصة بتسمية الكلاس، اللي هي شو نسترجعها يعني برضو، إنه قلنا طبعا إنه الاسم هلأ بالنسبة للمتغير، هلأ لما أنا بدي أعرف متغير فقال لي إنه it's okay إنه أنا ممكن أسميه طبعا الحروف from A to Z capital و small طبعا والأرقام، وقلنا نفس الأساسيات الخاصة بتسمية الكلاس، إنه أنا عندي الرموز الوحيدة اللي ممكن أستخدمها هي الدولار ساين والأندرسكور، تمام؟ طبعا زي ما قلنا إحنا أوكي أنا ممكن أستخدم الأرقام، لكن ممنوع الأرقام تجي عندي في بداية الاسم. نفس الشغلة هنا، إنه أنا ممنوع اسم المتغير يبلش عندي برقم، تمام؟ هلأ كمان نفس الشغلة قلنا ممنوع يكون في عندي spaces، ما ممنوع يكون الاسم عندي بيحتوي على مسافات فارغة. قلنا أوكي إنه لو كان في عندي هلأ اسم الـ variable أكثر من اسم، سوري أكثر من كلمة، قلت أنا كيف بدي أميزهم؟ بخلي أول حرف من كل كلمة capital letter، لكن قصة الـ spaces إحنا ما في عندنا spaces، تمام؟ كمان قلنا إنه ما لا يكون من الكلمات المحجوزة، وإحنا عرفنا شو الكلمات المحجوزة، يعني أنا ما بنفع أروح أسمي متغير public أو أسميه class أو أسميه static أو void، تمام؟ لأنه إحنا قلنا هاي كلمات محجوزة عند الكمبيوتر. قلنا كمان إنه ممنوع يحتوي على أي علامات خاصة غير الدولار ساين والأندرسكور، تمام؟ ففعليا هي هاي القواعد اللي احنا هلا تحدثنا فيها بالنسبه للمتغير او للفاريبل، لو انا بدي اسمي متغير او فاريبل، هي نفسها اللي احنا تحدثنا فيها قبل هيك بخصوص الكلاس. لكن طبعا اللي فرق عندي انه ننوه شغله لإلها، انه احنا طبعا هناك قلنا الكلاس ستاندرد. ايش ستاندرد؟ معروف عندي انه اسم الكلاس بلش عندي ب حرف كابيتال لتر، تمام؟ لكن هنا برضه عندي نفس الشغله اسماء المتغيرات، وفيما بعد كمان لما تنتقلوا للميثودز رح نعرف انه اسماء المتغيرات الفاريبلز والميثودز بتبلش عندي بسمول لتر، تمام؟ يعني اول حرف عندي بيكون فيها سمول، لكن بعد هيك طبعا احنا قلنا ما في عندي سبيسز. في حال كان عندي اسم سوري كلمه ثانيه قلنا ما في سبيسز، بخلي اول حرف من كل كلمة كابيتال لتر، تمام؟ فإذا هي هاي الأسس اللي إحنا المفروض نتبعها لما نسمي أسماء المتغيرات، نفس الأسس تماما اللي أنا بتبعها في تسمية الكلاس، لكن اللي فرق عندي إنه إحنا هناك قلنا بستاندرد. إيش ستاندرد؟ متعارف عليه إنه الكلاس ببلش عندي كابيتال لتر، لكن عندي هنا في المتغيرات الـ variables أو الـ methods إنه أنا ببلش عندي بسمول لتر، تمام؟ هلا شو هو هذا المتغير او الفاريبل اللي احنا قاعدين بنحكي عنه؟ فبقول لي انه المتغير هو عباره عن مكان في ذاكره الجهاز حيث يتم تخزين فيه المتغير في هذا المكان بواسطه البرنامج. احنا قلنا بالاخر ان المتغير شو بستخدمه عشان اخزن في قيمه، تمام؟ انه انا هذه القيم انه انا ما بتيجي عندي هيك انه ارميها، لا، هذه القيم تخزن عندي في مكان، هذا المكان اللي احنا بنخزن فيه هاي القيم اسمه المتغير او اسمه الفاريبل. هلا هذا المتغير او الفاريبل بحجز عندي مكان من الميموري، تمام؟ فانا لازم اكون عارفه انه شو التايب او شو النوع المناسب اللي انا لازم اعرفه عشان انا ما احجز مكان من الميموري على الفاضي. يعني مثلا انا واحد يعني مثلا رقم ممكن احجزه في بايت، ليش اروح احجز له 8 بايت، تمام؟ فانا لازم اكون منتبهه على النوع اللي راح استخدمه بحيث انه انا ما احجز مكان من الميموري على الفاضي، تمام؟ طبعا احنا هلا بدنا نعرف طبعا انه انا كيف بدي اعرف، انا هلا عرفت اساسيات تسميه اسم المتغير. هلا انا كيف بدي اعرف متغير؟ هلا احنا قبل ما نعرف انه انا هنا كيف بدي اعرف متغير، بدنا نتعرف على شو هي اصلا انواع المتغيرات. طبعا انا انواع المتغيرات، طبعا انا قلت متغير انا بستخدمه لتخزين قيمه، تمام؟ فبالتالي انا المتغير حيختلف عندي بناء على القيمه اللي راح بخزنها، تمام؟ فعندنا هذا الجدول ببين عندنا البريمتيف داتا تايب اللي في لغه الجافا. طبعا احنا قلنا هاي الداتا تايب بتحجز عندي طبعا مكان في الميموري، بتحجز عندي كل نوع منها بحجز عندي مكان في الميموري بالبيتس، تمام؟
هلا احنا هاي كيف بدنا نقسمها؟ انا ما بدي ابلش او خلينا نبلش زي ما هو مبلش عندنا في الكتاب. قال لي انه اول نوع، تمام؟ اذا هلا انا بدي اعرف شو الانواع اللي انا ممكن استخدمها في للمتغيرات، تمام؟ قال لي اول نوع بوليان، هذا البوليان ترو اور فولس، انا بعطي له قيمه منطقيه، هو بيرجع لي ترو اور فولس. كيف يعني؟ انا ممكن اعرف مثلا متغير من نوع بوليان. هلا النوع الاول عندنا بوليان، هلا البوليان هذا قال لي بحجز عندي 1 بت في الميموري، تمام؟ هلا البوليان هذا برجع يا ترو يا فولس. كيف يعني؟ يعني انا ممكن اعمل واحد متغير من نوع بوليان واكتب فيه مثلا 3 اكبر من 4، تمام؟ انا احط في هذا المتغير بس هيك اكتب فيه، هي قيمه منطقيه يعني بالاخر حتطلع يا ترو يا فولس، انه انا اقول له 3 اكبر من 4. طبعا 3 اكبر من 4 هذه فولس، تمام؟ فعايز ان ثاني شغله، ثاني نوع عندي من الداتا تايب، عندي هذا التشار اهو جاي من كاركتر، تمام؟ هلا هذا الكاركتر او تشار انا بستخدمه لحتى اخزن فيه، هذا الكاركتر انا بستخدمه لحتى اخزن فيه يا اما حرف واحد، تمام؟ هاي انتبه لها انه انا هذا الكاركتر بخزن فيه يا اما حرف واحد او رقم واحد او علامة ترقيم واحدة، تمام؟ إذا هذه هي عبارة عن كاركتر، هذه عبارة عن كاركتر، احنا عارفين الكاركتر يا إما بكون يا عندي يا إما رقم واحد، يعني أحط بيناته مثلا 6 7، تمام؟ ما بينفع مثلا أحط 6 7، لا، هذا الكاركتر اللي بياخذ عندي فقط رقم واحد أو حرف واحد أو علامة ترقيم، تمام؟ هلا هذا بالنسبة عندي، هنا قلنا البوليان عندي الى true or false، ان شغلة انا بدي اياها ترجع لي true or false، شو الشغلة المناسبة لإلها؟ بوليان. هلا انا بدي احجز او بدي اخزن فقط رقم واحد او بدي اخزن فقط حرف واحد او علامة ترقيم واحدة، شو المتغير المناسب عندي؟ الكاركتر هذا، تمام؟ هلا عندي هذا عندي هاي كل الانواع هاي المتبقية كلها خاصة بالارقام، تمام؟ عندي الأول 4 منهم عندي البايت والشورت والإنتجر واللونج، هذه الأنواع من الداتا تايب أو هاي الأنواع من المتغيرات أنا بستخدمها لأنه أخزن فيها أرقام صحيحة، تمام؟ إذا أنا هاي الأنواع البايت والشورت والإنتجر واللونج أنا هاي الأنواع بستخدمها لحتى أخزن فيها أرقام صحيحة، بمعنى أنا لو مثلا عندي رقم 11.1 انا ما بقدر اخزنه في احد هاي الانواع، تمام؟ لانه خلص هاي البويت والبايت الشورت انتجر لونج انا بستخدمها لحتى اخزن فيها ارقام صحيحه. لكن شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم قلنا انه كل وحده قديش بتحجز عندي في الميموري، كمان طبعا كل وحده قديش بتحجز في الميموري قديش انا بقدر اخزن فيها. طبعا انا هنا مثلا هنا بقول لي البايت، طبعا البايت عبارة عن 8 بت، هو رح يحجز عندي 1 بايت او رح يحجز عندي 8 بت في الميموري. هذا البايت او ال 8 بت انا قديش بقدر او الارقام اللي بقدر اخزنها؟ قال لي من ماينس 128 ل بوزيتيف 127، يعني انا لو في عندي رقم اكثر من 127 انا ما بقدر اخزنه في البايت، تمام؟ طب احنا الارقام هاي ما بتهمنا، لكن انا بدي افهم انه انا ليش في عندي أكثر من نوع، يعني أنا قلت البايت والشورت والإنتجر واللونج كلياتهم أنا هدول بس أخدمهم حتى أخزن فيهم أرقام صحيحة، تمام؟ لكن أنا الفرق عندي بينهم هدول الأربعة إنه كل واحد قديش بيحجز عندي مكان في الميموري، طبعاً قلت قديش كل واحد بيحجز عندي مكان في الميموري قديش أنا بقدر أخزن فيه قيم أكبر، تمام؟ طبعاً إحنا الإشي اللي أكثر إشي بنستخدمه عندنا هي الإنتجر، تمام؟ فإذا نرجع تاني نقول عندي البايت شورت إنتجر لونج أنا بستخدمهم لحتى أخزن فيهم أرقام صحيحة. اوكي، هلا لو كان في حال عندي ارقام عشريه، الارقام العشريه هاي بيتم تخزينها، في عندي نوعين فلوت ودبل، تمام؟ هلا في حال كان عندي ارقام عشريه، هاي الارقام العشريه بيتم تخزينها في فلوت ودبل، تمام؟ اذا هلا هذا هو بالنسبه لانواع المتغيرات، تمام؟
هلا احنا في فيديو اخر طبعا راح نطبق هذا الكلام بشكل عملي، انه انا كيف بدي اعرف هاي المتغيرات. انا هلا بس اللي بيهمني انه عرفت انا هاي الانواع تمام، وعرفت انا مثلا هلا عندي بدي اخزن رقم، انا ما بينفع اخزن الرقم في بوليان، لا الارقام لها الانواع الخاصه فيها، بدي اخزن رقم في كسور عشريه بستخدم يا فلوت يا دبل تمام. هلا كمان في شغله بدنا نضيفها، انه هاي قال عنها البريمتيف داتا تايب، هذه تعتبر من الانواع الاساسيه. في عندنا نوع بسموه نون بريمتيف او غير اساسي، لكن طبعا احنا بنستخدمه بشكل كبير كثير، اللي هو string. انا هلا الكاركتر بخزن فيه، قلت بخزن فيه ممكن فقط حرف واحد، اوكي مثلا انا هلا لو بدي اخزن اسمي، اسمي عباره عن اكثر من حرف واحد، فقال لي انا بخزنه في نوع بس هو نون بريمتيف تايب بنسميه string تمام. طبعا احنا في الفيديو الاخر طبعا راح يكون نتناول هذا الكلام بشكل عملي. يعطيكم العافيه شباب وصبايا وبالتوفيق.